في هذا الدرس سوف أقوم بشرح الفصل الأول من كتاب الطالب لمادة اللغة الإنجليزية للثالث المتوسط. سوف أبدأ من بداية الكتاب بدروس متسلسلة حتى أنتهي من كل المادة. بالنسبة للقواعد وأسئلة القطع والستوري تايم كلها موجودة على القناة، يمكنك الاطلاع عليها بالذهاب إلى القناة الرئيسية واختيار قوائم التشغيل. هناك قائمة اسمها قواعد اللغة الإنجليزية ثالث متوسط، سوف تجد كل قواعد اللغة الإنجليزية الخاصة بالثالث المتوسط هناك. الآن نبدأ بشرح كتاب الطالب الصفحة 4. At the mall، في المركز التجاري. Look at the pictures، انظر إلى الصور. Match the numbered items، طابق العناصر المرقمة. With the words، مع الكلمات. In the box، في الصندوق. Clock، ساعة. Information desk، مكتب معلومات. Queue، طابور، سرة. Security guard، حارس أمن. Shop assistant، عامل محل. Plant، نبات. Cinema، lift، مصعد. Escalator، درج كهربائي. Read what Richard says about a mall in England، اقرأ ماذا يقول ريتشارد حول المركز التجاري في إنجلترا. What does he like، ماذا يحب هو. We've got a big mall in Manchester، نحن لدينا مركز تجاري كبير في مانشستر. I like going there، أنا أحب الذهاب هناك. With my family، مع عائلتي. It has lots of good shops، هو يحوي على العديد من المحلات الجيدة. I like the sports shops، أنا أحب المحلات الرياضية. And the ones that sell video games، وكذلك المحلات التي تبيع ألعاب الفيديو. There are loads of clothes shops، يوجد العديد من محلات الملابس. My father likes the electronics shops، أبي يحب المحلات الإلكترونية. He likes buying things for his computer، هو يحب شراء أشياء من أجل حاسبته. There are plants and trees everywhere، يوجد نباتات وأشجار في كل مكان. And there is a big car park next to the mall، وكذلك يوجد موقف سيارات كبير بجوار المركز التجاري. It has three floors، هو يحوي على ثلاثة طوابق. Sometimes my father can't find his car، بعض الأحيان أبي لا يستطيع إيجاد سيارته. When we finish shopping، عندما ننهي تسوقنا. He gets very angry، هو يصبح غاضبا جدا. There isn't a supermarket، لا يوجد متجر تجاري. So we can't go food shopping there، لذا نحن لا نستطيع الذهاب لشراء الطعام من هناك. I like going up and down، أنا أحب الصعود والنزول. In the lift، في المصعد. Because you can see everything، بسبب أنه أنت تستطيع أن ترى كل شيء. Talk about a local mall، تحدث عن المركز التجاري المحلي. Use the language below to help، استخدم الكلمات في الأسفل لمساعدتك. There is، يوجد للمفرد. An information desk، مكتب معلومات. There are، يوجد للجمع. Lots of، العديد من. Clothes shops، محلات الألبسة. Shops that sell computers، محلات لبيع الحواسيب. Some plants and trees، بعض النباتات والأشجار. في حالة النفي there isn't للمفرد، لا يوجد. There isn't a supermarket، لا يوجد متجر كبير. There aren't، لا يوجد للجمع. Any sweet shops، أي محلات حلوة. It has، هو يحوي. A big car park، موقف سيارات كبير. Lots of clothes shop، العديد من محلات الألبسة. It doesn't have، هو لا يحوي. A swimming pool، حوض سباحة. Any bakeries، أي خبازين. كل هذا الموضوع أنا شارحه في فيديو العملاق موجود على القناة. Choose a person، اختار شخص.
or place أو مكان from one of the pictures من واحدة من هذه الصور. Describe it أو صفها for your partner لشريكك to guess ليخمن. Hurry up اسرع. It's time to go إنه وقت الذهاب. Which clocks أي الساعات show the same time تعرض لنا نفس الوقت. أيضا درس الساعة شارحة في فيديو العملاق تجدها على القناة. Number 1 It's 15:20 B Number 2 يا أما نقراها 6 o'clock أو 18 o'clock بالقائمة الثانية ما موجودة عندنا. 3 It's 10 past 12 اللي هو A. 4 21:30 F. 5 It's a quarter to 11 ما موجودة. 6 17:50 C. Now say the time الآن أخبر الوقت. The mother in the picture looks worried الأم في الصورة تبدو قلقة. Why do you think she is worried؟ لماذا تعتقد إنها قلقة؟ What do you think she is saying on the phone؟ ماذا تعتقد إنها تقول على الهاتف؟ Listen to the four conversations. أصغي إلى أربع محادثات. Point to the correct picture. أشر إلى الصورة الصحيحة. I'm waiting in a queue. أنا أنتظر في الطابور. What are you queuing for? من أجل ماذا أنت واقفة في الطابور؟ What were you doing? ماذا كنت تفعلين؟ Sorry dad, آسفة أبي. I was queuing. أنا كنت في الطابور to buy an ice cream. لأشتري ice cream. Look at the pictures and read the conversation. انظر إلى الصور وقرأ المحادثات. Which one happens first? أي واحدة حدثت؟ A or B. A or B.